أعتقد أنني أستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية كل عام. من اللاعب المفضل بالنسبة لي؟ أنا أول وثاني وثالث أفضل لاعب في العالم. اثنان من أكثر التصريحات إثارة للجدل في تاريخ البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي كشف فيها عن أنه لا يرى أحدا غيره في القمة بين نجوم كرة القدم، على الأقل من أبناء جيله، رغم وجود غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي. يحفل تاريخ النجم البرتغالي بالكثير من الألقاب الجماعية والفردية، سواء مع الأندية التي دافع عن ألوانها مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، أو مع منتخب بلاده البرتغال. وقد اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ثلاثية كريستيانو رونالدو في شباك أسبانيا بمونديال روسيا 2018 من ضمن أفضل 100 لحظة تاريخية في تاريخ كؤوس العالم. كريستيانو رونالدو لاعب كرة قدم برتغالي، سطع نجمه مع نادي مانشستر يونايتد وانتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني في صفقة تاريخية قدرت ب 131 مليون دولار. فاز بجوائز عديدة بينها الكرة الذهبية 4 مرات، ثم استقر به المطاف في يوفنتوس الإيطالي في صفقة مفاجئة جرت في يوليو تموز عام 2018. ولد كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو المعروف بكريستيانو رونالدو في 5 فبراير شباط عام 1985 في جزيرة ماديرا بالبرتغال لعائلة متواضعة الحال، فقد كان أبوه موظفا بسيطا في البلدية. لعب كريستيانو رونالدو لنادي أندورينها للهواه وهو في سن 8، وفي عام 1995 وقع مع نادي ناسيونال ماديرا، وفي 15 من عمره أصيب بتسارع في نبضات القلب، وهو ما كاد يجبره على التخلي عن كرة القدم، ولكن بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة عاد إلى ممارسة اللعبة بصفة عادية. ويعتبر عام 1996 عاما متميزا في مسيرة رونالدو، حيث انضم إلى قائمة اللاعبين الشباب للتدريب في أكاديمية سبورتينغ، وهي أكاديمية لكرة القدم في مدينة الكوشتي المجاورة لمدينته، وهو من اللاعبين الذين لعبوا في كل الفئات العمرية للنادي. لعب رونالدو لصالح فريق الناشئين بنادي سبورتينغ لشبونة، وفي عام 2002 شارك إلى جانب فريق الكبار بالنادي نفسه، حيث لعب ضد فريق موريرينز في الدرجة الأولى، ولفت إليه الأنظار بتسجيله 2 في تلك المباراة، وبعدها دشن مساره في دوري أبطال أوروبا بين فريقه ونادي إنتر ميلان. سطوع نجم رونالدو في هذه المرحلة لفت إليه انتباه النوادي الأوروبية الكبرى، حيث عبر كل من أرسنال وليفربول عن اهتمامهما به رغم أنه لاعب ناشئ آنذاك، لكن الناديين لم يتقدما بخطوات عملية لضمه لصفوف فريقيهما، مانحين بذلك الفرصة لنادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب التاريخي أليكس فيرغسون لتوقيع عقد مع رونالدو عام 2003 عقب تغلب نادي سبورتينغ على مانشستر يونايتد 3-1 في مباراة افتتاح بملعب خوسيه الفالادي في لشبونة. وذكرت تقارير إعلامية أن الذي حث فيرغسون على التوقيع مع رونالدو هم لاعبو الفريق الذين عبروا عن إعجابهم بالإمكانيات التي يتوفر عليها رونالدو، الذي بات أول لاعب برتغالي يوقع لنادي مانشستر يونايتد بعقد قدره 15 مليون يورو. أول مباراة رونالدو مع مانشستر يونايتد كانت مع نزوله بديلا في الدقيقة 60، حيث ساهم في تحقيق فوز كبير 4-0 على نادي بولتون واندرز، حيث أشادت الصحف بأداء اللاعب الجديد في تلك المباراة واعتبرته من أبرز النجوم الواعدين في الفريق. وبعد انطلاقته المتميزة مع مانشستر يونايتد سطع نجم رونالدو مرة أخرى في بطولة أمم أوروبا التي استضافتها البرتغال عام 2004، حيث نجح الفريق البرتغالي في تحقيق إنجاز كبير بالوصول إلى النهائي، وكانت نتيجة إيجابية برغم الخسارة أمام الفريق اليوناني. في عام 2005 تسبب وفاة أب رونالدو بسبب تعاطيه للمشروبات الكحولية في أزمة نفسية كبيرة له. نجح رونالدو في تجاوز مشاكله وصقل مواهبه وتسجيل اسمه في سجل اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي،
والمسابقات الدولية في أوروبا مع فريقه وكذلك مع منتخب بلاده، فأصبح رقما صعبا في لعبة كرة القدم. وكان عام 2008 عاما متميزا بالنسبة لرونالدو، حيث فاز مع فريقه مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب أحسن لاعب في أوروبا. وفي عام 2009 ازداد تألق رونالدو مع فريقه الإنجليزي، حيث ساعد في فوزه بالبطولة المحلية والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم انهزامهم أمام برشلونة بهدفين مقابل لا شيء. وفي العام نفسه أكد ريال مدريد أن كريستيانو رونالدو سينضم إلى النادي في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 131 مليون دولار، وقدم لوسائل الإعلام المحلية والعالمية في يوم 6 يوليو تموز عام 2009 بحضور نحو 80,000 من مشجعي النادي الملكي في ملعب سانتياغو برنابيو. ولم يختلف مسار رونالدو مع ريال مدريد عن مساره في مانشستر يونايتد، حيث برز كلاعب هداف لا يكاد يضيع فرص التهديف التي تتاح له، ووصل عدد الأهداف التي سجلها في موسمه الأول مع النادي الملكي إلى 33 هدفاً. وفي الموسم الكروي 2010-2011 نجح رونالدو في تحطيم رقم قياسي في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الأسباني بتسجيله 41 هدفاً، كاسراً بذلك الرقم السابق 38 هدفاً. وحقق الدون برفقة النادي الملكي مساراً متميزاً شابته عدد من مراحل الإحباط بسبب سيطرة برشلونة على مجمل المسابقات المحلية، فيما تخبط ريال مدريد في مشاكل عدة كان من أبرزها عدم استقرار الطاقم الفني وتغييرات مستمرة للمدربين. وإلى جانب كرة القدم، عرف رونالدو بنشاطه الخيري وقيامه بعدة مبادرات لاستقبال عدد من عشاقه من بين الأطفال ممن مروا بظروف صعبة، كان من بينهم أحمد دوابشة عام 2016 وهو طفل فلسطيني قتل أفراد عائلته حرقا على أيدي مستوطنين فيما نجا هو بأعجوبة من الوفاة. وقد أنجز فيلم وثائقي عن هذا النجم البرتغالي يحمل اسمه رونالدو، تحدث فيه عن أشياء لم يكشف عنها من قبل، كعلاقته بوالديه وكيف كانت أمه تفكر في إجهاضه عندما علمت أنها حامل به بسبب الظروف المادية الصعبة، بالإضافة إلى إدمان والده على الكحول الذي كان سبباً في وفاته، إلى جانب تفاصيل أخرى حول شخصه ومساره الكروي. تميز مسار رونالدو بالفوز بجوائز وألقاب كثيرة، بينها الكرة الذهبية والحذاء الذهبي ولقب أفضل هداف. ويعد التنافس بين رونالدو نجم ريال مدريد وليو ميسي نجم غريمه برشلونة من أكثر حالات التنافس تشويقاً على مستوى العالم، حيث يراقب الجميع اللقاءات التي تجمع الفريقين الكلاسيكو وآداء النجمين معا إلى جانب نتائج البطولة المحلية. ووصل التنافس بينهما إلى الجوائز والألقاب العالمية، حيث سيطر النجمان على الكرة الذهبية منذ عام 2008. فقد نجح أسطورة برشلونة ميسي في الفوز 5 مرات بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال سنوات 2009-2010-2011-2012-2015، بينما توقف رصيد رونالدو عند 4 مرات خلال سنوات 2008-2013-2014-2016. وإلى جانب الكرة الذهبية، فاز رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي 4 مرات. وخلال وجوده بإنجلترا كان رونالدو أول لاعب يجمع بين الجوائز 4 لكل من جمعية لاعبي كرة القدم المحترفين وجمعية كتاب كرة القدم، وذلك في عام 2007. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.